بحييكم مشاهدينا مع الحل عنا مع بداية هالأسبوع يلي ما في بيقطع نهار إلا ما بيكون في عنا خبر، دايما خبر مسيء، خبر بزعل، مثل خبر هالأطفال اللبنانيين يلي هاللبناني وين ما راح بهالدنيا المكتوب ما في منه مهروب. يعني هالعائلة اللي فقدت ثلاثة من أولادها والرابعة إن شاء الله الله بيعطيها الصحة مع بنت عمتهم، يعني مأساوية كتير. وهذا الشيء بخلينا نقول إنه الحادث وين ما كان بالعالم، اللي كان مع أطفال لبنانيين ولا غير لبنانيين، شيء يعني الكل بيستنكروا، لأنه الطفل بحد ذاته يعني كمان شيء نحن كثير منعول عليه للمستقبل. قدام انت عم حتى نربي أولادنا حتى هيك بسرعة جنونية أو بأكسيدان سير أو ما بعرف هيك منضيع أرواح. أنا طبعاً كثير تأثرت من كل اللبنانيين يلي تأثروا أصلاً، ما فينا إلا نعزي هالعائلة ونقول لهم إنه الله يصبركم. وقديش بدي أختنا ما فرصة لكل ما بيكون واحد عم بيسوق ورا هالديركسيون يفكر بالفعل إنه قديش مسؤوليته كبير، وأولاً على سلامته وعلى سلامة الغير. معلومة بمعلومتنا لليوم، كلنا سمعنا بموضوع يلي حكى كتير فيه، استعمال عشوائي للمادة الكوليستين كمضاد حيوي للدواجن خصوصا للدجاج. هذا الموضوع يعني اللبناني مش بغنى عنه، لأنه الفاتورة اليوم المعيشية عم بتكلف كتير اللبناني. فكيف إذا كان بده يشتري المادة ويكون لا سمح الله فيها مواد غير صالحة للسلامة الغذاء؟ من هيك نحن اليوم عرفنا أنه وزير الزراعة عمل اجتماع اليوم بهذا الموضوع، وأكيد رح يصدر بيان عنهم. يعني أنا قبل ما أدخل على الاستوديو بعد عم بتواصل معهم لنشوف على شو اتفقوا بموضوع تطمين اللبنانيين لاستعمال مضاد الحيوي الكوليستين على الدواجن، إذا فعلا تم استعماله، إذا فعلا لفهمنا أنه رح يكلف أكيد مجموعة من اللجان تنتقل على المزارع وتاخذ عينات وغيره. ولكن أهم من هو كله نعرف هل استعمل ولا لا. بكل حالات إذا خلال حلقة قدرت عرفت شيء على الموضوع صدر رسمي أكيد أنا بعطي. بمتابعتنا بنشوف شو عنا لليوم. اولا بمتابعتنا توضيح من شركه الاو ام تي، لان عطفا على ما ورد بحلقه الحل عنا نهار الجمعه حول حوالات الماليه الوارده من الخارج، لانه اتصل احد الاشخاص وقال انه اشتكى بهذا الموضوع. بالنسبه للشكوى المقدمه من السيد جاك ترابي اللي اتصل فينا حول استلام حوالي وارده من الخارج بالليره اللبنانيه على سعر صرف 1500 ليره، تواصلت الشركه مع السيد ترابي للتاكد من تفاصيل الحوالي واسم المركز اللي استلم منه المبلغ. وقد اكد السيد ترابي انه استلم الحوالي المركز تابع لشركه اخرى وليس من احد مراكز لو ام تي. اثنين، بالنسبة للتحويل المالية الواردة من الخارج، تكرر أمتي تأكيدها على تسليم قيمة الحوالات الواردة من الخارج نقدا وبالدولار الأمريكي حصرا ابتداء من 15 كانون الثاني 2020، وعدم إجراء أي عملية صرافة. كما بتذكر الزبائن بإمكانية التواصل مع قسم خدمة الزبائن في حال عدم توفر الدولار لدى الوكيل عند تسليم الحوالة، لكي يتم توجيههم لأقرب مركز وكيل بإمكانه الدفع بالدولار الأمريكي. فاقتضى طبعا التوضيح. بكمل بموضوع المتابعات، موضوع الانهيارات يلي حاصلة من السنة الماضية على طريق يحشوش نهر إبراهيم ويلي بتربط بثلاث بلدات. للحقيقة وزارة الأشغال اشتغلت السنة الماضية بالموضوع، وصار في بعض الأشغال اللي صارت ما أخذوا حل جذري نهائي، ولكن كان في بعض الأشغال يلي رفع طبعا الأنقاض، فتح الطريق، ترميم إلى حد ما، ولكن جذريا بعد ما انعملت وبعدها بتشكل خطر على السلام. اللي عرفته أنه رؤساء بلديات يعني يحشوش ولا نهر إبراهيم تواصلوا مع بكتب لوزارة الأشغال العامة، ومثل ما عرفنا أن الوزارة ما كانت دافعة، يعني المتعهد يلي صاحب الجرافة وغيره يعني اللي اشتغلوا ما قبضوا مصرياتهم. اللي عرفته أنه هلأ أكيد رح تم الاتفاق مع رئيس بلدية يحشوش لإفاء هالأشغال هيدي، يعطون مصرياتهم. ولكن بيبقى موضوع المهم كتير هو الحائط.
هاي الدعم 4 أمتار هيدا مش من قدرة البلدية إطلاقا إنها تعمله، هيدا مفروض الصيانة وهالأمور على وزارة الأشغال. فوزارة الأشغال اليوم يعني نحن بنعرف إنه تلقائيا الصيانة على الوزارة، يعني بيكون في صيانة طرق، هيدا أمور يعني من ضمن أشغال الوزارة يعني لازم تصير تلقائيا. ولكن ما بعرف إلنا فترة ما فهمنا ليه ما عم بيصير في صيانة منهم هالطريقة هيدي، يعني هذا الحائط بده أكيد موافقة من وزارة الزراعة من وزارة الأشغال لينعمل، لأن مش بقدرة البلدية تعمله. وبالنتيجة لهلأ بعد ما استلم الوزير الجديد يا ناطر يمكن موضوع الثقة حتى يبحث الموضوع مع المعنيين، ولكن مدير العام الأشغال كلف أحد الأشخاص أنه يجي يكشف، وبالتالي تيسير يعني موضوع هذا الحائط على قضية التلزيم، ومفروض اليوم أو بكرة ينعمل. كمان متابعتنا كتار عم يتواصلوا معنا بموضوع المولدات الكهرباء، انه في بعض اصحاب المولدات ما عم يحسموا ال 429 ليره، عم ياخذوا زياده 10%. هلا ما بعرف اذا هيدي الزياده قانونيه شرعيه، يعني هذا شيء بيتعلق بين المشترك وصاحب المولد، واكيد اذا في اي خطا او اي شيء فيكم تتواصلوا مع حمايه المستهلك بهذا الموضوع، خصوصا في مناطق ما بتعتبر عاليه مرتفعه حتى ينزاد عليها، مثل ما وارد بالقرار، لانه مثلا في بلدات وسط هي ما بتعتبر عاليه حتى ينزاد عليها. هون ما بعرف اذا هي زياده عم تحتسب هيك، عم يعتبروها بعيده عن البيروت او عن الساحل كساحل، هيدا موضوع بده توضيح من قبل الوزارات يلي بتصدر من عندها التعرفه، يحددوا قد ايه علو يعتبروه حتى يعني يعرفوا اصحاب المولدات والمشتركين انه عليهم يزيدوا، وبالتالي المشترك يعرف حاله. اتصالاتكم على 04-444-444 بياخذ هالاتصال. الو الو اهلا يعطيك العافيه. اهلا تفضل رفعت. هلال مدام ربيكا. اهلا استاذ رفعت، انا متصل فيك كذا مره. نعم. كرمال مترات الكهرباء. نعم. انت عم تقولي انه كرمال ال 10% زياده، نحن بعلاي اكيد 10% لانه عالي بتعرف الجبل. نعم مزبوط. بس عم نحكي نحن اشترينا تنكت المازوت ب 22000 23000 وقطعت المازوت. نعم. نحن سويناها سوق سوداء ب 22 23000، سعرت لنا اياها الدوله على 18000. طب نحن كيف بدنا نستمر لما 25% زياده وعم بيعطونا هن 10% ربح؟ انت ما كلمه انه 10% ربح، كيف ما نمشي نحن؟ نحن انكسرنا، نحن مكسورين، نحن جماعة صرنا تحت الأرض، أنا علي صار 60 مليون مازوت، صرنا 6 أشهر ناطرين ننطر، آخر شيء ما عاد فينا، أنا صراحة ما عاد فيي، وحكينا مع وزارة الطاقة، بقول لي وزير الطاقة، بقول لي هذا الشاب من بيت أصفان، بقول لي الوزير بده يدرسها وكذا، طيب أنت بده يدرسها يعني، بعد ما خلصنا غرقنا وخلصنا يعني؟ مزبوط. هو بالاخر تعرف في ناس هي امامي، هو تعرف مبنية على اساس سعر وسطي لصفيحة المازوت 20 لتر ب 18063 ليرة لبنانية، انتو شارينا ب 22 ب 23000. ما هيك استاذ رفعت؟ هيك عم بتقلي حضرتك. اعطونا الحل يا اخي، ما تفنوا الحل، يجي يستلموا المطارات. انا حكيت مع وزاره الاقتصاد او وزاره الطاقه، تعالوا استلموا المطارات، انتم يستلموا المطارات، بلدية بس يستلمون، ما حدا بده يستلمون. طيب انا مش مضطر بقى انا احمل مدينه، انا احمل 300 400 واحد، ما في بقى احمل. يمكن هلا بانتظار اكيد ما الحكومه تنال الثقه بصير يعني بلكي بتاخذوا اجتماع من مع الوزير او المكلف من قبل وزاره الطاقه، ترجعوا تبحثوا هذا الموضوع، لانه الاتكال عليكم مش على كهرباء لبنان، لانه لهلا طمنونا انه ما في عنا 24 على 24. يعني عليكم ترجعوا تاخذوا موعد من معالي الوزير بهذا الموضوع. فاصل ومنتابع. منتابع الحلقة، عنا بياخد اتصال جديد. الو 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 تفضلي. يلا شو ألو. عندك؟ اهلا تفضلي. بونجور. بونجور مدام ربيكا، كيفك؟ الحمد لله تفضلي. بليز مدام ربيكا، بس بدي اسالك سؤال، رحت بدي ادفع، انا عملت الميكانيك ورحت بدي ادفعه. نعم. فطلع علي مكسور 5 شهور. نعم.
ايه، فانا بدي اعرف، عم بيقولوا في اعفاء عن هدول الاسر اللي طلع علينا جزا، في اعفاء 90% على الغرامه، بس ناطرين تطلع بالجريده الرسميه، يعني اذا طلعت هالاسبوع بالجريده الرسميه بيطبقوها، لهلا بعد ما طلعت ناطرينها بس ما طلعت، يعني ما في مجال يعني هلا قبل اخر الشهر، لانه اذا تاخرنا من شركه بدنا ندفع زياده، ما بقدر اعرف اي متى، هن ناطرينها يمكن هالاسبوع، عرفتي؟ إيه؟ أوكي. بس تطلع بالجريدة الرسمية، إذا طلعت هالأسبوع هذا يعني الخميس إجمالاً بتطلع الجريدة الرسمية. أوكي. إذا طلعت فيها أكيد نعم. بتسري يعني بيطبقوها بيطبقوها يعني هو تخفيض نعم. 90% على الغرامات. أي ما نحن ما صارت هالمعركه عشان بدك تنطري يعني. شوي بدك تنطري شوي. أوكي حبيبتي مرسي لك. أهلا فيك. باي باي. أهلا. كمان اتصال. ألو. ألو. الو اهلا بونجور بونجور تفضلي مدام ريبيكا نعم تفضلي مدام بدي اسالك شو عم يصير بخصوص الضمان باي موضوع انا مريضة وعندي حاله خاصه بنروح لنقبض تشيك هو مأخر من شهر واحد لانهم كانوا مسكرين ما عرفنا كيف اجى شهر اثنين لنقبض لنقدر نشتري الادويه قال ما في مصاري ادويه مستعصيه ما الادويه العاديه مزمنة مش إيه؟ مفروض يكون في تأخير وين إيه؟ انت بأي مركز مدام بير حسن بير حسن ليكي خليني أسألك لأنه إجمالا في أولوية وما بيأخروا الأدوية المزمنة المستعصية خليني أسأل وبجاوبك باخد اتصال تاني ألو ألو تفضلي مدام ألو أهلا تفضلي يعطيك العافية أهلا حبيبتي بخصوص العيار المي بقليعات ركبوا لي وقت العيار وما عطيونا خبر ركبوهم بالشتاء انت احنا ببيروت انت عم تحكي عن الأستر نعم نعم تفضلي تفضلي والأستر مكسور من بعد العيار يعني صار يمرك علي مي تبرك العدات طلع شي مليون و400 مليون خليكي بدي احكيكي حضرتك طلبتيني من حوالي شهر تقريبا حتى اشتكيتي بالموضوع انتو صرتوا على العداد الذكي اذا مش غلطانه مزبوط صار عندك عداد نعم. على العداد ما هيك نعم انا تواصلت مع مؤسسة مياه بيروت وجبل نعم لبنان نعم. وقالوا لي يعني هن ما بيحسبوا المي الا نعم. يعني من بعد ما ينحط العداد ويمشي هلا الاسطر ما لك يعني ما له علاقه بالموضوع يعني قالوا لي في شيء مش ظابط يعني قالوا لي اكثر انه هن متواصلين معك اساسا مفسرين لك الموضوع اذا بعدني متذكره يعني المي حكي معك بهذا الموضوع مزبوط نعم انا قدمت طلب انه انا ركبتوا لي عيار المي وانا ببيروت وفي عطل من بعد العيار انا ما ذنبي مرق سياره او مرق كاميو انا ما ذنبي ومرك العيار ما عم يعني ما عم يفهموا علي قدمت له طلب ببيروت وبيجوني مدام انا هذا العيار ما بدي صارتي مني بالجبل انا ببيروت بعدين ما عم يقبلوا ياخذوه مني ما عم ياخذوا السنين اللي بعدها يعني هلا في علي 3-4 سنين مكسورين الا ما ادفع اول واحد اللي هو مليون ونص، مين معه هالايام مليون ونص؟ ياخذوا مني مثلا سنه الماضي طالع 300 يلي قبلها طالع 400 يلي قبلها طالع 350 ياخذوا سنه سنه مني انا ما عم بقول لهم لا اسطولي هوليك ولا شيء يشيلوها هالفاتوره الكبيره على جنب وياخذوا مني الباقيين في 4-5 سنين مراكمين علي ما بيصير يعني معاملتهم مش مزبوطة كتير بعدين بتركبوا عيارات مي والعالم ببيروت ولو ما قولوا في مصطفين فوق بركي اللي بيوت العالم فيها عطل بركي السيفونات فيهن عطل بركي الحنفيات مفتوحة هيك تركبوا فوضى هيك ببلاد برا بيعملوا بركبوا عيارات مي ما بيعطوا خبر للعالم ما بيصير مدام ربيكا في شيء يعني مش مزبوط أنا صراحة نقلت اللي حضرتك قلت لي إياه لإلهم، كان جوابهم إنه إذا بتذكر إنه العيار ما له علاقة يعني هيدا الترويح اللي صاير ما له علاقة أنت شو صار فيه ولا لا، يعني هيدا كومبليتلي ما له علاقة إطلاقاً، هلا إذا أنت عليك تراكمات في طريقة تقسيط معتمدينها هلا نظراً للظرف الحالي يعني الظرف اللي كل الناس
يعني وقع فيه. هلا انا رح ارجع اشوف حالتك لحالها، بدك تبعتي لي رقم عيار المي تشوف شو وضعك بالنسبه للمي تنشوف كيف نقدر نساعدك. اوكي، باخذ اتصال اخر. الو الو، مرحبا مدام ريبيكا. مرحبا، اهلا. بليز انا بس حبيت استفسر عن موضوع النمره الحمراء اللي قالوا انه رح تنزل قريبا. نعم، انت بدك تشتري ولا اشتريت؟ لا بدي اشتري وعم تابع يعني عم يعني بوقتها حددوا له سعره انه اذا مش غلطانه، ما بعرف هلا، مش بدي ان شاء الله ذاكرتي ما تخوني، انه بتدفعوا قسم منها وبعدين بيتقسط قسم منها، بفتكر شيء هيك. بس خليك حتى ما اعطيك، اذا بتتابع برنامجي يوميا بوعدك بجيب لك يعني اكثر شو صار فيها، بس بعرف لهلا بعد ما صار شيء. يعني هي تحددت سعرها وكيفية دفعها، عرفت؟ السعر وكيفية الدفع تحدد، بس أنا بدي أتأكد كيف وبعطيك جواب أكيد، لأنه في ما فيك ما تدفعها كاملة، يعني بك تدفع قسم منها وهيديك مقسط، بس مش قدامي هلأ لأعطيك جواب صح. باخد اتصال. ألو ألو، أهلا، تفضل. وحياتك، نحن صرت انا ثالث مره بتصل بحضرتك وبعرف انه الحل عندك ان شاء الله. تفضل. في عنا هالاراضي هاليوان هالمصريات اللي لنا هالمستحقات مش لوحدك طلب سنين. صحيح، يعني هلا من حضرتك جواب وحضرتك الحل عندك. صراحه انا قلت بعد ما عندي جواب، لانه انتم عم تسالوا عن هذا الموضوع مع اليوان، ومن ليك كمان عم يسالوا بموضوع المخيمات، في لهم اراضي بالمخيمات بقى. بدي شوف يعني انا مع وزاره الماليه بعتقد لازم شوف، يعني عم شوف مين بده يعطيني الجواب صراحه. بوزاره الماليه بدي شوف وزاره الدفاع، ما بقدر اعرف، بدي اتابعها، مش شغله هيك بقدر اعرفها بتليفون، بدي اتابعها لشوف مين يعني مخول يعطيني الجواب مزبوط، يعني ليش مش عم تندفع أو مين لازم يدفعها؟ إذا اليوان بتدفعها، إذا نحن بندفعها عن اليوان، ما بقدر أجاوبك شيء هلا حتى ما يقولوا قلت، بس بتابعها لما بيصير عندي جواب بعطيك إياه، بعطيه على الهوا يعني. كمان اتصال. في أمور ما بنقدر يعني ما في أخذها هيك بألو تليفون، يعني بنعمل ريسيرش لنعرف مين المسؤول عن هالقضايا هي، تنتواصل معهم لنعرف كيف بتصير عملية الدفع. وليش تأخير؟ كانت تندفع بانتظام، ليش التأخير؟ باخذ اتصال. الو بونجور. بونجور، يعطيك العافية مدام. اهلا، تفضل. بدي اعذرك، نحن ساكنين ببيقوت. ايه اوكي، اول ما شهر على قد الكهرباء، يعني يوم يعني مثلا يومين ما بيقطع هو نهار بيقطع هو، بيقولوا لنا انه في فاز مقطوع. اوكي، قال عم ينتزع، فمن شهرين لهلا هذا الفاز ما تزبط وبالليل سقعه، فالولاد عم بيناموا من دون دفايه. بدي لك شغله، رح نبعث لكم حدا هلا الفاز، او بيبعتوه بنفس الليله بعد ساعتين او براحت لتاني يوم الصبح. خليك معي، قضيه فاز اذا دائما عم ينقطع يعني في مشكله بالبوست، يعني يا في حموله زايده يا في شيء. وين ببيقوت حتى انا نحكي؟ ما حكيت مع البيوس انت؟ مع مين؟ بيت ام الحزينه. الشارع الأم الحزينة؟ بيت أم الحزينة. أوكي، هلا هن البيوت صاروا عارفين، لأنه نحن يعني دائما بنتلفن لهم تقريبا يوم إيه يوم. شو عم بيقولوا لكم؟ خليك معي، شو عم بيقولوا لكم؟ بيقولوا لنا يلا رح تجي الصيانة، بتجي الصيانة بعد ساعة أو بعد أكثر شوي أو بتضل لتاني يوم الصبح خليني بلا كهرباء. خليني والموتور ما بدور لنا، خليني تابع لك إياها، خليني تابع لك إياها لأنه خلص الوقت، خليني تابع لك إياها حتى يعني ما بقى في أحكيك لأنه خلصت، ما قدرت حطيت صورة اليوم. نلتقى بكرة دايما عبر الـ MTV ونعطيكم أجوبة على هالمواضيع.